بسم الله الرحمن الرحيم. في المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم إزاي نعمل evaluation لل non antibiotic antimicrobial agents. احنا اتكلمنا في المحاضرتين اللي فاتوا عن ان non antibiotic antimicrobial agent، اتكلمنا فيها عن preservative والخصائص بتاعتها وأشكالها ايه وأنواع المركبات اللي بنستخدمها، وبدأنا بعد كده اتكلمنا عن disinfectant والantiseptics، واتكلمنا برضو عن المركبات اللي احنا بنستخدمها في الحاجات ديت. في المحاضرة دي هنتكلم ازاي نعمل evaluation لل non antibiotic antimicrobial agent. احنا طبعا المفروض ان احنا اي antimicrobial agent هنستخدمه المفروض بيعمل killing للميكروجانيزم. فظهرت عندنا حاجة اسمها dynamics of disinfectant. الديناميك ديت بتحدد لنا ايه، يعني انا اجيب عندي كمية ميكروجانيزم نون نمبر معين انا عارفه، مثلا لو 100 ميكروجانيزم او 200 او 1000 واتيفر، هاخد كام الميكروجانيزم اللي هم هبدأ بيهم وابدأ اعمل ابلكيشن للديسنفكتنت بتاعي، واشوف بعد فترة معينة ابدأ اشوف ايه، بعد تايم معين ابدأ اشوف كمية الميكروجانيزم وصلت لكام، وبعد كده ابدأ اعمل علاقة بين التايم والفيابل ميكروجانيزم. يعني هقول والله بعد ساعة عمل كيلينج ل50%، بعد ساعتين عمل كيلينج ل70%، بعد مثلا ساعتين عمل كيلينج ل100% من الميكروجانيزم بتاعت، دي اسمها الداينامكس اوف ديسينفكتنت. بعد كده ايه الفاكتور افكتنج عمليه الديسينفكشن بروسيسنج؟ اول حاجه هناخدها اللي هي التمبريتشر. التمبريتشر اول حد فكر فيها في سنه 1880 العالم اللي هو البكتيريولوجيست كوخ ده، لاحظ ان انا عندي لو انثراكس سبور، ده نوع من انواع البكتيريا بتعمل الجمره الخبيثه للانثراكس، السبور بتاعتها بيحصل لها كيلينج بالسيم كونسنتريشن بتاع الفينول لو انا عملت ايه، زودت التمبريتشر، وبدأوا يعملوا علاقة بين الكونسنتريشن بتاع الانتيبيوتيك بتاعي والتمبريتشر، وجدوا ان هو ويزن ليميت عند قيمة محدودة، كل ما يزود التمبريتشر يبدأ يحصل ايه، انكريزنج في الباور اوف كيلينج بتاعت مين، الديسنفكتنت ايجنت بتاعي. بعد كده ظهرت عندي اللي هي ايه اللي احنا بنسميها علامة السيتا ديت. السيتا ديت اللي هي بنسميها تمبريتشر كوفيشنت، تمبريتشر coefficient، وبنقيسها عن طريق ان احنا بنعمل علاقة بين temperature 2 و temperature 1 و time 1 و time 2. بدأ بعد كده ظهر عندي حاجة اسمها الـ Q10. طيب ايه الـ practical meaning بتاعت الـ Q10؟ ايه الـ practical meaning بتاعت الـ Q10 او temperature coefficient؟ بيقول لي مثلا لو عندي مركب زي الفينول الـ Q10 بتاعته 4، يعني معناها ان انا لو زودت درجة الحرارة 10 درجات مئوية، معنى كده ان الباور اوف كيلينج بتاعت الفينول هتزيد 4 مرات، يقول لو سألتك البراكتيكال مينينج بتاعت التمبريتشر كوفيشنت بتاعت الفينول لو الكيو 10 بتاعته تساوي 4، يعني لو زودت 10 درجات مئوية الباور اوف كيلينج هنزيد معايا بنسبة 4 مرات. بعد كده الافكت اوف دايلوشن، برضو نفس الفكرة، ظهرت فيها حاجة اسمها كونسنتريشن اكسبوننت، طبعا انا عندي كل ما استخدم ايجنت مور كونسنتريت هيبقى الباور اوف كيلينج بتاعته اعلى ما استخدمه دايلوت. ولكن هل الدايلوشن ده بيأثر على كل المركبات بنفس التأثير؟ لا، بدأوا يعملوا ويقيسوا الحاجات اللي هي كونسنتريشن اكسبوننت، وجدوا مثلا للميركل كلورايد، وجدوا ان الكونسنتريشن اكسبوننت بتاعته 1. طيب لو انا جيت خففته 3 مرات يبقى 3 أس 1 هتساوي 3، يبقى الباور بتاعته بتقل بنسبة 3 مرات لو انا خففته ايه 3 fold dilution او خففته 3 مرات. طيب نيجي على النقيض الفينول، وجد ان الفينول الكونسنتريشن اكسبوننت بتاعته 6، يعني لو خففته 3 مرات هيبقى 3 أس 6 هتساوي 729. عشان كده بنقول دايما الفينول لو حصل له dilution بيأثر جدا 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 على الاكتيفيتي بتاعته، وبالتالي يبقى احنا بنقول الكونسنتريشن اكسبوننت دي بتحدد لي كميه الدايلوشن اقدر اعملها او المتاحه ان اعملها للايجنت بتاعي عشان اشوف الافكاسي بتاعتي في الكيلينج او الباور كيلينج بتاعته، يعني كل ما ازود الكونسنتريشن هيزيد ولا لا، او اعمل دايلوشن هيقل ولا لا، وهكذا عن طريق كونسنتريشن اكسبوننت، عن طريق المعادله ايه اللي بنعملها بنحدد بيها حاجه اسمها كونسنتريشن اكسبوننت. بعد كده تاثير البي اتش او الاس الهيدروجين، وجدوا ان البيتش بيأثر ب3 طرق مختلفين، اللي هم اول حاجه الريت اوف جروس، البوتنسي بتاعت الانتي بكتيريال ايجنت،
الابيليتي اوف دراج تو كومباين ويز سايت اون سيل سيرفيس. طبعا احنا عارفين ان البكتيريا ديت او المايكرو اورجانيزم اللي هعمل ابلكيشن ديسانفكتنت عليه المفروض بيتاثر الجروث بتاعه بالبي اتش. في مثلا مايكرو اورجانيزم بنسميها هالوفيل، في مايكرو اورجانيزم بنسميها اسيدوفيل، في مركبات مايكرو اورجانيزم بنسميها الكاليوفيل. الاسيدوفيل دي بتحب الاسيديك ميديوم، الالكاليفيل بتحب الايه الكلاين ميديوم، زي مثلا الكوليرا بيعيش في الكلاين ميديوم، زي اللاكتوباسيلس الموجوده في الفاجينا بتعيش في اسيديك ميديوم، وبالتالي الريت بتاع الجروث بيتاثر بيأثر مين بالبي اتش. طيب الحاجه الثانيه بيأثر على البي اتش البوتنسي بتاعت الانتي بكتيريال ايجنت. احنا قلنا مثال مثلا البنزويك اسيد لو حصل له ايونيزيشن هيبقى هو ايه ان اكتيف، ولكن لازم يستخدم في صوره ان ايونيزد فورم، وبالتالي احنا استخدمناه في اسيديك ميديوم، وقلنا لو استخدمناه في الكلاين ميديوم هيتاثر تاثير شديد، وبالتالي هي مش هيبقى لي اي استخدام او ايه اكتيفيتي عندي. الحاجه اللي بعد كده افكت اوف اون سيل سيرفيس، دي طبعا احنا خدناها في الفارماكولوجي، ان اي دراج ليه ريسبتور، اي دراج ليه ريسبتور، فعلاقه الدراج بالريسبتور بتاثر تاثير بالبي اتش تاثير كبير. يبقى احنا لو عندي لو ظبطت علاقه البي اتش هيبدا يحصل عندي ايه تاثير على السيل سيرفيس عن طريق مثلا لو عندي بوزيتيف تشارج هيمسك في النيجاتيف تشارج والعكس، ولكن لو نيجاتيف تشارج مع نيجاتيف تشارج هيحصل فيه تنافر، وبالتالي هيتاثر الاكتيفيتي بتاعه البيوسايدال ايجنت او الديسانفكتنت ايجنت. برضو الافكت بتاع السيرفيس اكتيفيتي بيتاثر عن طريق برضو البي اتش. نيجي بعد كده بريزنس اوف انترفيرنج سبستنس، بريزنس اوف انترفيرنج سبستنس. ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي لو عندي مثلا ديسانفكتنت هستخدمه على سطح، هبدا ابص على السطح هل السطح ده كلين ولا ديرت. لو السطح ده بتاعي كلين يبقى كده مش هيتاثر بالديسانفكتنت ايجنت بالسطح، ولكن لو السطح بتاعي ده ديرت هيتاثر تاثير سلبي. طيب التاثير السلبي ده نسميه تاثير اللي هو اورجانيك ماتيريال، تاثير بتاع مين الاورجانيك ماتيريال او الاكسترنس ماتر، يعني لو انا عندي مواد موجوده في السطح بتاعي هتاثر تاثير سلبي على مين على الديسانفكتنت ايجنت. الحاجه اللي بعد كده افكت اوف انوكولوم سايز، وما ننساش في كلمه انوكولوم سايز ده كميه المايكرو اورجانيزم اللي هعملها انوكوليشن في الميديوم. كلما زادت كميه النوكليوم سايز هتاثر لي تاثير سلبي، طبعا هتبقى في علاقه عكسيه بينها وبين الاكتيفيتي بتاعت مين الديسانفكتنت ايجنت، وبالتالي بنقول احنا لازم يعني نشتغل زي ما احنا قلنا في الديسك ديفيوجن، لازم اعمل ماتشنج مع الماكفيرلاند ستاندر عشان يقول لي كميه المايكرو اورجانيزم الموجوده عندي في الميديوم كام. وبالتالي نفتكر في كلمه افكت اوف النوكليوم سايز كميه اللي هي بنقول عليها الكثره تغلب الشجاعه. نيجي بعد كده الافكت بتاع الاورجانيك ماتر، وده ما ننساهوش اللي هو طبعا الاورجانيك ماتر موجوده عندي في على السطح بتاعي، ممكن اول حاجه تعمل لي ايه، تعمل لي ان اكتيفيشن للديسانفكتان بتاعي، تعمل له ان اكتيفيشن. مثلا هو احنا استخدمه مثلا في اسيديك ميديوم لقيناها بقت الكلاين ميديوم، فبالتالي اثرت على الاكتيفيتي. الحاجه الثانيه ممكن يعمل له ادزوربشن على السطح بتاعه، وبالتالي يبقى غير متاح ان يحصل له ادزوربشن على المايكرو اورجانيزم. ممكن برضو يعمل له دايلوشن، لو الموجود عندي في الميديوم او السطح بتاعي في حاجه تعمل دايلوشن للاكتيف ايجنت بتاعي هتاثر عليه بالتاثير سلبي. ممكن برضو الاورجانيك ماتر او الحاجه الموجوده في السطح على السطح اللي انا هبدا اعمل له ديسانفكشن ممكن يعمل لي كوتنج للمايكرو اورجانيزم، يكون لي حاجه اسمها بروتكتيف كوت اراوند مين المايكرو اورجانيزم او السيل، وبالتالي هيمنع دخول الديسانفكتنت ايجنت. يبقى الاورجانيك ماتر بتاثر باربع حاجات، اول حاجه ادزوربشن، تاني حاجه ان اكتيفيشن، ثالث حاجه بالبروتكتيف كوت اراوند المايكرو اورجانيزم وبالتالي تمنع دخوله. الحاجه اللي بعد كده هتاثر عن طريق مين الدايلوشن. نيجي طيب احنا لو عايزين نعمل ايفالويشن اللي عندي ديسانفكتنت ايجنت هنعمله ازاي؟ في كذا طريقه. اول طريقه احنا بنستخدمها اسمها اند بوينت اور اكستنشن تايم ميثود، وطبعا دي ظهر فيها اكستنشن تايم ممكن يبقى فيكسد والكونسنتريشن هو اللي بيتغير او الكونسنتريشن هو اللي بيتحدد، او الكونسنتريشن بتاع البكتيريا سايد فيكسد والاكستنشن تايم هو اللي بيتحدد. يبقى ممكن يبقى عندي التايم ثابت والكونسنتريشن اللي بنحدده، او العكس الكونسنتريشن هو اللي ثابت والتايم هو اللي بنحدده. طبعا الفيرست جروب دي اللي هي بيبقى فيها التايم فيكسد والكونسنتريشن هو اللي بيتحدد، ظهرت كذا طريقه بنسميهم كلهم تبع حاجه اسمها فينال كوفيشنت تايب، فينال كوفيشنت تايب زي مثال ليها العالم ريدل وركر
او التشيك مارتن او يونايتد ستيت فود دراج ميثود او الكراون ايجنت يو اس اسوسيشن. طبعا دي كلها ايه مسميات. اول حاجه هناخد حاجه فيها اللي هو ايه ريدي الوركر. ريدي الوركر ده العالم ده عمل ايه؟ جاب عندي فينول وعمله ستاندرد، يعني خلى الفينول عنده الستاندرد ايجنت، وجاب التست ديسنفكتنت يعني المركب اللي عايز يختبره، وبدا يجيب مايكرو اورجانيزم هيختبر عليه اللي هو مين؟ السلمونيلا طيفي. بدا زرع السلمونيلا طيفي لمده يوم كامل او 24 ساعه، وبدا يبدا خد المايكرو اورجانيزم ده وبدا يحط فيه انبوبتين، واحده للفينول واحده للتست ديسنفكتنت، وبدا ياخد سب كلشر بعد دقيقتين ونص وخمس دقائق وسبع دقائق ونص وعشر دقائق، وبدا يعمل لهم انكوبيشن في انابيب تانية لمدة 48 ساعة 72 ساعة، وبدأ يعمل العلاقة بتاعت ريدل وركر كوفيشنت اللي هي بتساوي دايلوشن اوف ديسنفكتنت كيلينج ان 7.5 على الدايلوشن بتاع الفينول كيلينج ان 7.5 بالنسبة لمين؟ للفينول. وبدأ يطلع عندي ريدل وركر كوفيشنت اوف دايلوشن. افكت اوف دايلوشن برضو نفس الفكرة، ظهرت فيها حاجة اسمها كونسنتريشن اكسبوننت. كونسنتريشن اكسبوننت طبعا انا عندي كل ما استخدم agent more concentrated هيبقى ال power of killing بتاعته أعلى ما استخدمه diluted. ولكن هل الديلوشن ده بيأثر على كل المركبات بنفس التأثير؟ لا. بدأوا يعملوا ويقيسوا الحاجات اللي هي concentration exponent، وجدوا مثلا للميركل كلورايد، الميركل كلورايد وجدوا إن ال concentration exponent بتاعته واحد. طيب لو جيت خففته ثلاث مرات بعد كده ظهرت اللي هو إيه؟ طبعا الفينول كوفيشنت تيست ليه بعض الادفانتج اللي هي زي مثلا اللي هو كنترول باي ابروبريت ستاندرد اللي هو الفينول، والتيست ده ريبروديوسابل يعني ممكن اعيده كذا مره الاقيه بيديني نفس الداتا مش هيحصل فيه تغيير. التيست ده طبعا كويكلي سريع او كويك او تشيب برضه رخيص يعني، وبالتالي الماتيريال بتاعته نوت ليبر او يعني حاجات هي كوستلي يعني ايكونوميكالي بالنسبة لي موفرة. ممكن برضو التست ده يديني ايه ابدأ اقسم بيه الديسنفكتنت حسب الاكتيفيتي بتاعتهم، حسب الاكتيفيتي بتاعتهم. بدأت بعد كده تظهر طريقة الديترمينيشن المين ديس تايم او المين سنجل سيرفايفر، وطبعا دي بدأ يشتغل بيها واحد اسمه بيريو اند بين، دول هم اللي عملوا الطريقة ديت، وبدأوا يعملوا يستخدموا الطريقتين اللي فاتوا كان بيستخدموا فيهم اللوب، ولكن الطريقة دي كان بيستخدم فيها المايكرو بيت، وبدأ يعمل عند مينتيننج عند درجة حرارة 20، يحط المايكرو اورجانيزم ويحط معاه تيست ديسنفكتنت ويبدأ يسيبهم فترة معينة لمدة مثلا عند درجة حرارة 20، وبعد كده يبدأ يزود يعمل دايلوشن للديسنفكتنت ايجنت عن طريق مين؟ بروس. اول ما يحصل فيه دايلوشن طبعا المايكرو التست بتاعي او التست ديسنفكتنت هيبدا ايه يحصل باور بتاعت الكيلينج بتاعته هتقل. النوع الطريقه دي سماها كوانشنج، يعني بيعمل ستوبنج للرياكشن، يعني هو بيسيب المايكرو اورجانيزم مع التست ديسنفكتنت فتره، وبعد كده يعمل دايلوشن للتست ديسنفكتنت عن طريق ايه؟ عن طريق ان يعمل دايلوشن ويبدا يشوف الكوانشنج ده حصل فيه ايه. بعد كده ظهر واحد تاني عمل طريقة اسمها ايه مين سينجل سيرفايفر تايم واسمه مذر. الطريقة ديت ميزتها ان هي طبعا السامبل بتتاخد قبل ما يحصل كلامبنج للميكرو اورجانيزم مع بعضيه، الفوليوم بتاع السامبل بيحصله ديليفرينج عن طريق دروبنج بيبت وليس اللوب، وبالتالي طبعا ده مور اكوريت. الكوانشنج تايم ار نوت شوزنج، يعني طبعا الكوانشنج تايم مش بيقيسه ولكن هو بيحدده عن طريق ايه الرسائل او الدراسات السابقة. extensive reaction طبعا ده reaction محسوب بتايم معين وبوقت معين، ولكن اللي هو بيتغير فيه الكوانشنج تايم او الوقت اضافة للديلوتد ايجنت عشان يبدأ يوقف الرياكشن، طبعا بيقلل نسبة الايرور. برضو ظهر بعد كده طرق اللي هي ايه مطر، وده ما ننساهوش اللي هو طبعا الاورجانيك مطر موجودة عندي في على السطح بتاعي. ممكن اول حاجة تعمل لي ايه؟ تعمل لي inactivation للديسنفكتان بتاعي، تعمل له inactivation. مثلا هو احنا استخدمه مثلا في acidic medium لقيناها بقت alkaline medium فبالتالي اثرت على activity. الحاجة التانية ممكن يعمل له adsorption على السطح بتاعه وبالتالي يبقى غير متاح ان يحصل له adsorption على الميكرو اورجانيزم. ممكن برضو يعمل له dilution لو بعد كده حاجة اسمها lethal
الليثال ده طبعا ده بيقول اللي هو التايم ليثال تايم 50 اللي هو التايم تيكن تو كيل 50% اوف ذا تيست اورجانيزم. يعني لو انا بدأت ب100 الوقت اللي هيتاخد عشان 100 دول يوصلوا ل50 هو ده اسمه ليثال تايم 50. ليثال تايم 50 طبعا ده اللي هو ممكن نكتشف نقيس بيه تيست بكتيريسايد زي الفينول او انسيتابل كونسنتريشن من الفينول. بدأت كده اللي هي تربيدومتريك ميثود. طبعا الطريقه ديت كل الفكره بتاعتها ان بجيب جهاز اسمه نفلوميتر ده بيقيس لي ايه كميه السرفايفل تيست اورجانيزم افتر اكسبوجر تو البكتيريسايد. يعني انا مثلا بعمل سرفايفل كيرف وابدا اشوف الديلوشن من السسبنشن بتاعت مين الايجنت بتاعي. انا بعمل ايه بحط كونسنتريشن نون من المايكرو اورجانيزم ثابت وابدا اضيف ديفرنت ديلوشن من السسبنشن بتاع مين الديسنفكتنت بتاعي وابدا اعمل علاقه بنسميها الريفرنس سرفايفل كيرف ريفرنس سرفايفل كيرف وابدا اعمل علاقه وابدا اشوف ايه التربيديتي بتاعه المايكرو اورجانيزم. طبعا كل ما تقل التربيديتي كل ما يكون ايه الاكتيف ايجنت بتاعي قوي لان هو عمل ايه لايسز للسل وعمل ايه كيلينج للمايكرو اورجانيزم وبالتالي التربيديتي هتقل. طبعا لو جبت طبعا الطريقه دي برضو اكيد هيبقى فيها بوزيتيف كنترول وفيها نيجاتيف كنترول. بعد كده حاجه اسمها الكاباسيتي يوز دايلوشن تيست. طبعا دي الطريقه دي اسمها كيلسي سايك. الطريقه دي بتقيس لي مدى تحمل التيست ايجنت لكميه الاضافات اللي بنضيفها من المايكرو اورجانيزم. يعني انا مثلا احط المايكرو اورجانيزم احط معايا الايجنت بتاعي وابدا كل شويه ازود كميه مين المايكرو اورجانيزم اللي هضيفها. اضيف النهارده اول حاجه ابدا ب 10 مايكرو اورجانيزم ومعاهم التيست ايجنت وابدا بعد كده ازود 10 في 10 في 10 في 10 وابدا اشوف التايم اللي هيحصل فيه لوس للتيست ايجنت انه ما يقدرش يتحمل اي اضافات تاني للمايكرو اورجانيزم وبالتالي هيحصل له ايه لوس في الاكتيفيتي بتاعته. وطبعا المايكرو اورجانيزم اللي كانوا هنا بيستخدموها زي الاستافيلوكوكس اوريوس والاشيريشيا كولاي والسودوموناس ارجونوزا والبروتياس فولجاريس دي كلها مايكرو اورجانيزم بيستخدموها فين في الطريقه دي. طبعا الطريقه ديت يعتبر من الطرق اللي هي بنقيس بيها مدى تحمل البريزرفيتيف للاضافات. طبعا دي طريقه ممتازه عشان احدد الاكسبيريشن ديت بتاعه البريزرفيتيف امتى هيبوظ في الاكتيف في الماده الحافظه بتاعتي هيبدا يحصل فيها ايه لوس في الاكتيفيتي بتاعتها. نيجي بعد كده ازاي نعمل لابوراتوري ايفالويشن للانتي ميكروبيال ايجنت بتاعتي. طبعا انا عايز اعمل ايفالويشن انتي ميكروبيال ايجنت هبدا اقيس حاجه اسمها الام اي سي. لازم اقيس مين الام اي سي. بعد كده في ناس بدات تعمل حاجه اسمها الام بي سي اللي هي مينيمم بكتيريسايدال كونسنتريشن. طيب انا هستفيد ايه لما اقيس ام اي سي وام بي سي؟ يعني هصدع دماغي ليه؟ انا قايس الام اي سي وزي الفل ليه اقيس ام بي سي؟ لا الام اي سي والام بي سي بيقيسوهم في المركبات الجديده دايما عشان اعرف المركب ده بكتيريسايدال ولا بكتيريوستاتيك. طب هعرفه ازاي؟ انا لو جبت مادة وقست الام اي سي بتاعتها وبعد كده قست الام بي سي بتاعتها ولقيتهم ايكوال لبعض يبقى دول المركبين دول ايه الام بي سي والام اي سي شبه بعضيهم وبالتالي او ايكوال لبعضيهم او قريبين من بعض وبالتالي يبقى المركب ده بكتيريوسايدال. لان انا لو بدأت الام اي سي مثلا طلعت 6 والام بي سي بتاعتها طلعت 6 او طلعت مثلا 4 وبالتالي يبقى هو او 5 يبقى ده المركب ده بكتيريا سايدل هيعمل لي كيلينج للمايكرو اورجانيزم وليس انهبيشن. طيب لو جيت عملت تيست للايجنت بتاعي ولقيت الام اي سي بعيده خالص من الام بي سي يبقى المركب ده بكتيريوستاتيك وليس بكتيريوسايدل. طبعا ايه المعنى الكلام ده؟ يعني مهما اضيف من كميه من البكتيريا الايجنت بتاعي الديسانفكتنت او الانتي مايكروبيال ايجنت او الانتي بيوتيك بتاعي مهما اضيف منه مش هيحصل كيلينج وبالتالي ممكن يوصلني ليفل يبقى توكسيك للهيومن او الانيمال او البلانت لو انا استخدمته. يعني مثلا مثال التتراسايكلين، التتراسايكلين ده بكتيريوستاتيك انا مهما اضيف من كونسنتريشن بتاعه هيديني برضو انهيبيشن وليس كيلينج فبالتالي انا مفيش داعي افضل اضيف في كميات من التتراسايكلين لحد ما توصل لتوكسيك ليفل او تبقى توكسيك لمين للهيومن او البلانت او ايه او الانيمال تيشو. طيب ايه الفاكتور بتعمل لي افكتنج للانتي بكتيريال اكتيفيتي؟ طبعا حاجات كتير. اول حاجه ممكن النيت او ناتشورال ريزيستنس بتاعت المايكرو اورجانيزم. يعني عندي بعض المايكرو اورجانيزم زي البريونز مثلا تبع الفيرولوجي او الاندوسبور تبع البكتيريا او المايكوبكتيريا طبعا دي عباره عن كلها مايكرو اورجانيزمز بتبقى هايلي
ريزيستنس للانتي بيوتيك او الانتي فيرال ايجنت، وبالتالي بتديني ايه دايما ريزيستنت لما اجي اعمل تيست ليها. طبعا دي انا المفروض ان عارف ان الايجنت ده هايلي ريزيستنت، لازم اتاكد ان هستخدم معاه ديسنفكتنت عالي عشان يعمل لي ايه كيلينج. نيجي بعد كده الميكروبيال دينستي، الكثافه بتاعه الميكروبيال ايجنت الموجوده عندي، ودي احنا قلناها طبعا لما نيجي نعمل بالديسك تيست او الديلوشن تيست لازم نعمل ماتشنج مع الماكفيرلاند عشان نتاكد من الكونسنتريشن بتاع اللي هبدا بيه، والا هيخش معايا موضوع اللي هو ايه الكتره تغلب الشجاعه، وبالتالي مش هقدر اتعامل مع الحاجات دي. يعني مثلا مثال، لو عندي 10 سبور من باسيلس انثراسيس هيعمل لهم كيلينج بعد 30 دقيقه، لكن لو خدت 100,000 سبور هيبدا يحصل لهم كيلينج بعد 3 ساعات. يبقى دي الميكروبيال ديستنسي هتاثر لي بتاثير سلبي جدا جدا، لان طبعا المفروض ان انا اول ما بحط الديسنفكتنت لازم يحصل له ادزوربشن على السيل سيرفيس بتاع الميكروبيال ايجنت، وبالتالي كل ما يزيد العدد كل ما هيحتاج وقت اطول عشان يحصل له ادزوربشن، فكل ما زود العدد كل ما هيحتاج وقت اطول عشان يحصل له ادزوربشن قبل ما يحصل له كيلينج، لان بيحصل ادزوربشن الاول وبعد كده بيحصل كيلينج، فكلما زاد العدد كلما ايه زاد التايم. نيجي بعد كده الحاجات اللي بتاثر تاني اللي هو ايه الكونسنتريشن، واحنا قلناها طبعا في الكونسنتريشن اكسبوننت اللي قلناها من شويه، وقلنا الفرق بين الفينول والميركري كلورايد، يعني طبعا ده الكونسنتريشن اكسبوننت بتاعه 6 ولكن ده 1، فطبعا بيتاثر تاثير سلبي جدا 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 بالديلوشن. والاكسبوجر تايم طبعا ده اللي هو ايه اللي احنا قلناه مدى التعرض. طيب في عوامل تانية طبعا، في زي التمبريتشر، التمبريتشر احنا قلناها من شويه ان التمبريتشر دي بتزود الفيلوستي او قيمه التفاعل او سرعه التفاعل بتاع مين الديسنفكتنت ايجنت. قلنا الراجل اكتشفها اول حاجه حط الانثراكس سبور، قال لك هو نفس الكونسنتريشن بتاع الفينول، لكن لما زود التمبريتشر قلل جدا التايم بتاع مين الكيلينج بتاعت الفينول. في بعد كده البي اتش اللي احنا قلناه قبل كده، بيأثر بثلاث طرق اللي هو بيأثر على البوتنسي، بيأثر على الجروس بتاع الميكروبيز، بيأثر على السيرفيس اكتيفيتي. في عوامل تانية برضو زي الاورجانيك ماتيريال اللي احنا قلناها بتعمل بتأثر على ديسنفكتنت ايجنت بطريق بشكل او باربعه اليات او فور ميكانيزمز، وبرضو الدايفيلنت كاتايونز بتأثر لي طبعا بتعمل ادزوربشن على الديسنفكتنت وتعمل له بلوك للاكتيفيتي بتاعته. دي كلها عوامل بتأثر. طيب هل احنا وقفنا على الانتي ميكروبيال ايجنت او الانتي بكتيريال ايجنت؟ لا، ممكن برضو نعمل تيست للانتي فانجل ايجنت، الانتي فانجل المركبات اللي بنستخدمها ايه اجينست الفانجاي. المشكله في الفانجاي ان احنا مش عارفين نوع الفانجاي ده، هل هو ييست يعني يوني سيلولر، ولا هايفي او ميسيليم اللي هو مالتي سيلولر، ولا هو سبور. فدي المشكله، اليوني سيلولر ييست بنعملها زي البكتيريا بالظبط، لكن السبور لا بنعملها مختلف معامله مختلفه جدا، لان طبعا السبور مور ريزيستنت عن الفيجيتيف ميسيليم، وكمان ممكن نلاقي ما عنديش ميسيليم كامله، ده ممكن عندي بارتس من هايفي، بارتس من هايفي زي ما انتوا خدتوا في جنرال مايكولوجي وشفتوا ايه الفرق بين الهايفي والميسيليم. فطبعا وصلوا للحل ان هم يعملوا التيست عن طريق الايه سبور سنسبشن، اللي هو بيجي السبور ويحطه في صلاين كونتيننج ويتنج ايجنت اللي هو توين 80، ويبدا يعمل السبور بيحصل عليها بعد 7 ايام من الكلشر، ويبدا يحط ايه التيست بتاعه ويبدا يعمل فحص ويشوف كميه الفايبل كاونت بتاعه الفانجاي بعد ايه بعد 48 ساعة عن درجة حرارة 20. يعني هو كل الفكرة بيجيب السبور اللي هي 7 أيام ويبدأ يحط عليه أنتي فانجل ايجنت، ويبدأ يكتشف بعد 48 ساعة عن درجة حرارة 20 يشوف ايه الفايبل كاونت من الفانجاي. طيب هل الفانجاي بس؟ لا، كمان في برضو الأنتي فيرال تيست طبعا، بس احنا عارفين ان الفيرال ده اوبليجيت انتراسولار بارازايت، يعني مينفعش يعيش على خلية غير حية، فلازم يعيش في خلايا حية. طبعا احنا كنا بنعمل كالشر للفيرال ايجنت زي ما انتوا اخدتوا عن طريق السيل كالشر او عن طريق مين الايج يوك او الايج، فطبعا دي برضو الانتي فيرال ايجنت او الانتي فيرال تيست بنختبره ازاي. بنبدا نشوف الانتي فيرال الاكتيفيتي بتاعتنا ان احنا نعمل له زرق للفيروس ده في مكان زي الايج او السيل كالشر، ونبدا نشوف بعد كده الانتي فيرال ايجنت هيبدا يقلل ايه. يعني انتوا اخدتوا طبعا في الفيرال ايجنت ممكن على الميديم يبدا يعمل لي سيتوباثيك افكت، يعني غير في شكلها، يعمل لها راوندنج، يعمل لها مالتي جاينت سيل، ممكن يغير يعمل شرينكج في السيل، ممكن يكسر يعمل لايسس في السيل. لو انا حطيت الانتي فيرال ايجنت ولقيته بيمنع الحاجات دي يبقى ده ليه انتي فيرال اكتيفيتي، مش بيمنع الحاجات دي يبقى ملوش ايه انتي فيرال اكتيفيتي.
هل وقفوا على كده؟ لا، كمان دوروا على حاجه اسمها البيريونز. طبعا انتوا اخدتوا في جنرال فيرولوجي اخدتوا اللي هو البيريونز. البيريونز ده عباره عن نوع من انواع الفيروسات، ولكن مفهوش، عباره عن يعني بيحطوه تحت الفيروسات، ولكن هو ده حاجه وحديها، بتبقى عباره عن بروتين وزاوت دي ار ان دي ان اي او ار ان اي، يعني ما فيهاش جينيتك ماتيريال. هي عباره عن، كل الفكره ان هي عباره عن بروتين بيسموه بيريون بروتين، بيريون ايه بروتين، او سيلولار بروتين بيريون بروتين، سيلولار بروتين بيريون بروتين. طبعا ده بيديني ريزيستنس عالي جدا 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 اجينست الكيميكال والفيزيكال ميثود. ولكن احنا بنبدا، طبعا نشوف، عايزين ايه، نشوف ديسانفكتنت او طريقه نعمل بيها السي للبيريون اكتيفيتي او الديسانفكتنت اكتيفيتي اجينست البيريون. ولكن الطريقه ديت بتبقى طبعا للاسف ان هي طبعا الطريقه دي صعبه جدا في التعامل بتاعها، ان هي طبعا اللي هي بيبقى السي بتاعها سلو ولابيريوس، يعني مكلف جدا جدا. وبالتالي بنبدا نعمل حاجه اسمها امبلوي كونتامينيتد تيست تيشو هوموجينيت، ونبدا نشوف هل الافكاسي بتاعت التيست ديزانفكتنت بتاعه والانتيسيبتيك بتاعه هيبدا يقلل كميه البروتين الموجوده عندي في الميديم دي ولا لا. وبنعمله عن طريق حاجه اسمها اند بوينت تيتريشن، اند بوينت تيتريشن.